لاحظنا في الأيام القليلة الماضية ارتفاع في عدد الحالات المصابة بمرض كورونا 2019، وكذلك أيضا ارتفاع بعدد الحالات المنومة بجميع المستشفيات في السلطنة، مما أدى إلى تضاعف أعداد الوفيات في جميع المحافظات. فهذه الأعداد تدعونا إلى التنبه والتفكر إلى الأسباب التي أدت إلى هذا الارتفاع، فلذلك نناشد جميع المواطنين بالالتزام والتقيد بجميع توصيات وزارة الصحة التي تدعونا للوقاية والحماية من هذا المرض، وكذلك التقيد بجميع توصيات اللجنة العليا والتي تشتمل على غسل اليدين، لبس الكمامة، التباعد الجسدي، وكذلك نطالب من جميع المخالطين بالعزل المنزلي، وأيضا ممن تم عمل الفحوصات لهم بالالتزام بالمنزل وعدم الخروج. فبجهودكم جميعا نتغلب على هذه الجائحة.